مع ايادي كتير جدا شغاله على ظهور مونديال مصر 2021 بهذا الشكل. الكابتن حسين لبيب مدير البطوله، برحب بحضرتك واكيد حابه ابارك لك بشكل خاص ولكل المجموعه اكيد اللي مع حضرتك. الله يخليك، ثانك يو فيري ماتش. You're welcome. وكمان احنا كنا بنتكلم على مدار الفترة اللي فاتت مع حضرتك والضغوط كانت كبيرة جدا، ولكن حابة اشوف التطور في اريحية حضرتك من اول البطولة وصولا ان احنا خلاص بكرة حفل الختام. يعني ان شاء الله ربنا يسهل لنا الامور، الحمد لله لغاية دلوقتي الامور كلها ماشية بانتظام، والحمد لله يعني برأي الناس اجمعين سواء خارج مصر او داخل مصر البطولة حققت إنجاز رهيب. البطولة عشان نحقق هذا الإنجاز الرهيب بصراحة جميع أجهزة الدولة بداية من السيد رئيس الجمهورية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ومعاهم طبعا الدكتور حسن مصطفى، ثم بعد ذلك احنا عندنا تقريبا 18 وزارة شغالة معانا، الكل تكاتر لإسعاد الشعب المصري وفي نفس الوقت لإظهار بلدنا بوجهها الحقيقي. بجد البلد دي عظيمة، البلد دي قوية، البلد دي قادرة على أي شيء. التحدي اللي احنا دخلنا فيه كل الدول رفضت تدخل فيه، ويمكن شفنا الأولمبيكس بيران تأجلت، إنما مصر قادرة وإن شاء الله تفضل طول عمرها قادرة ان شاء الله. طب قول لنا برضو اكتر يا كابتن حسين عن تفاصيل الخاصة بحفل الختام بكرة. يعني احنا فضلنا حفل الختام يبقى يعني حاجة بسيطة خالص، هو مجرد ان احنا عاملين فيديو للبطولة نفسها، مقتطفات من البطولة عشان نذكر الناس بالبطولة نفسها، وبعد كده أكلم الدكتور حسن مصطفى، ثم بعد ذلك التسليم بتاع الميداليات والكأس، وبعد كده العلم هيروح لدولة بولندا والسويد، هيبقى معانا ممثلي بولندا والسويد لأن البطولة القادمة هتبقى في دولتين مش في دولة واحدة. طيب هل هيكون في تكريمات للمشاركين في المونديال او هيكون في اي حاجه بجانب توزيع الميداليات على المراكز الثلاثه الاولى؟ لا، هو ده بيبقى بروتوكول تبع الاتحاد الدولي، والبروتوكول ده ما ينفعش يعني حد يعمل حاجه فيه او يتغير، انما بعد كده ان شاء الله التكريمات وكل ده واي احتفالات سواء بالفريق المصري او بالاتحاد المصري لكرة اليد اللي انا فعلا بشكرهم جزيل الشكر كاتحاد مصري، انا في رايي ان ده اتحاد من اقوى الاتحادات حاليا اللي موجوده في مصر، وان شاء الله يقدروا يحققوا لنا ميداليه في الاولمبياد القادمه. طيب هل نتوقع ان احنا نشوف المنافسات القادمه اللي على مستوى العالم من بطولات كبيره؟ دايما بنتكلم ان احنا كنا رائدين في فكره ان يتم استكمال العجله الدور، وان احنا نتعايش مع فكره ان في فيروس او وباء بشكل عام. متوقعين ان هيكون في تواصل معاكم يا كابتن حسين علشان ازاي يتم اجراءات يعني متطابقه مع اللي احنا عملناهم علشان يتم انجاح بطولات اخرى على بقى مدار الشهور اللي جايه؟ يعني في حاليا عندي وفد من بولندا ابتدوا يتكلموا معانا وعايزين ينقلوا الخبرات بتاعه مصر، وعايزيننا نروح نقعد معاهم في بولندا، فقلت لهم بس احنا خلونا نخلص البطوله بالظبط، انما ابتدى ناس فعلا يبتدوا يتكلموا معانا، فانا مأجل كل ده لغايه نهايه البطوله، يعني عشان افرح انا واقول ان احنا عملنا حاجه كويسه مع اخر شخص اجنبي يخرج من البلد خاص بالبطولة، أنا بالنسبة لي هو ده اللي هيبقى بالنسبة لي آخر يوم. طيب الوفود احنا متوقعين ان احنا هيكون كل الوفود باذن الله تعود مره تانية الى بلادها سالمه بعد انتهاء البطوله، يعني بكره ان شاء الله اخر ايام البطوله، هيكونوا بيرحلوا امتى كلهم؟ يعني احنا عندنا حاليا فقط 4 دول، يمكن ما حدش حس ان جميع الوفود غادرت مصر اوريدي، ما عندناش الوقت غير 6 فرق هي اللي موجوده في مصر، مع ممثلي الاتحاد الدولي ورجال الميديا سافر تقريبا تلت اللي كانوا موجودين، في تلتين موجودين، فبالتالي انا متوقع ان شاء الله على يوم 2/1 2/2 اسف يمشي اخر واحد من مصر. طيب
أصداء التنظيم وأصداء شكل المدرجات والصالات المفرح جدا، أكيد كان هيجمل الشكل أكتر كمان تواجد الجماهير. ولكن من بقى التواصل مع حضراتكم من الاتحادات الأخرى اللي منتخباتها بتشارك، من الاتحاد الدولي أيضا لكرة اليد، الكلام بيتقال إزاي يا كابتن حسين؟ يعني بجد معنى مش عايز أنا شهادتي هتبقى مجروحة، بس بالعكس شهادة حضرتك موثوق فيها لأن أنت يعني من قلب الحدث. يعني الكل يعني الكل في انبهار، سواء من ناحية التنظيم، يعني مثلا لو أخذنا الإقامة والانتقالات، يعني بجد الأجانب كلهم مثلا كانوا قاعدين في فندق كتير في اسكندرية فرحانين جدا جدا، والبحر والشمس مع ان احنا في يناير، بس بالنسبه لهم الجو جميل. اما رجعوا بقى ماريوت او مين هاوس، لا يعني لا تتخيلي، قال لك احنا كنا في الجنه دلوقتي في حاجه تانية مش عارفين. فلا بجد يعني الحمد لله، برضو احنا منقيين اربع بالظبط. كنت عايزه اشكر حضرتك على الاختيارات، ان انت مقعد الوفود والمنتخبات في مناطق سياحيه عظيمه، يعني اللي شايف النيل واللي شايف الاهرامات واللي قاعد في منطقه حتى لو في العاصمه الاداريه، ولكن شايف بنيه عظيمه جدا لاوتيلات وملاعب، كل حاجه كانت يعني محسوبه. يعني انا عايز اقول ان لو احنا النهارده كان في انجاز للبطوله دي، انا رايي الشخصي ان احنا كسبنا على الاقل 1800 سفير لبلدنا مصر الجميله في كل انحاء العالم، من الانبهار اللي الناس انبهرته. يمكن في فيديو منتشر دلوقتي على السوشيال ميديا بتاع السائق الجميل المصري الاصيل اللي هو بتاع فريق السويد، الناس دي مش عايزه تسيبه، قال لك والنبي ممكن تديه لنا يفضل معانا استعاره. الناس جمال في مصر، والحمد لله كل الناس بجد مبهوره، يعني ربنا يعني كريم جدا جدا معانا بجد، ان الناس مبهوره وفرحانه والحمد لله رب العالمين. يعني انا بقول يعني احنا خلاص بنودع الناس كلها، حجم الاجانب اللي جالهم كورونا في توقيت البطوله يعني ما زادش عن 35 واحد اتعالج، احنا كلهم اتعالجوا الا 8 لسه موجودين، بس اللذيذ ان ال 35 واحد دول فعلا ما عملنا التست في المطار وهم لسه قادمين، طلع ان هم فاضل. فبالتالي كمان احنا كنا عاملين حسابنا احنا واخدين فندق كامل للعزل. أيوة. حتى اللي كان عنده بوزيتيف قاعد في فندق، فما فيش يعني هم عمرهم ما شافوا كده بجد. البلد دي زي ما بقول لحضرتك قويه جدا، واللي اتعمل اثبت انها قويه جدا. ان شاء الله كمان الحفل الختامي يكون بهذا الشكل الرائع. حضرتك كنت مع المنتخب الوطني وتابعته اكيد لحظه بلحظه، واعتقد كمان لاعبتنا حاسين باصداء استضافتنا البطوله بشكل مختلف، كونهم يكونوا البلد المضيف، عارفين ان البنيه التحتيه دي بينتموا اليها، فاعتقد كمان اللاعبين ردود فعلهم حتى لو المصريين عندنا كانت مهمه بالنسبه لحضراتكم. هو يكفي اللاعبين ان ردود افعال 100 مليون مصري بقى عارفينهم، يعني بالزبط. الشعب المصري بالكامل، منين ما الواحد بيمشي الناس كلها فرحانه بلاعبتنا بجد. انا متخيل لو كان في جمهور كان زمان البطوله دي بقى حاجه ثانيه بجد، يعني فاحنا الباد لك الوحيد في البطوله دي يعني من وجهه نظري غير وباء الكورونا، ان ما كانش عندنا جماهير، لان احنا المباراتين اللي خسرناهم بجد لو الجماهير كانت موجودة أنا أؤكد لك إن إحنا كلنا كسبنا الماتشين. بكل تأكيد بتمنى لحضرتك التوفيق بكرة إن شاء الله، وكل التيم اللي اشتغل مع حضرتك على مدار شهور وصولا لهذه المرحلة. كابتن حسين دايما بنتشرف بتواجد حضرتك معانا، ودعواتنا كده ليكم بإذن الله تنتهي البطولة على ألف خير. الكابتن حسين لبيب مدير بطولة مونديال مصر 2021.